من القناة الوطنية الأولى نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأنباء ونبدأها بالعناوين. إتمام جميع مراحل إطلاق خدمة تكنولوجيا الجيل الخامس موفى العام، ووزارة تكنولوجيات الاتصال تؤكد أن هذه الشبكة ستوفر سرعة تدفق عالية وأكثر جودة في الإبحار، وتشجع المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع. رفع 4126 مخالفة خلال الأسبوع الأول من عمليات المراقبة الاقتصادية، وإخفاء البضائع والبيع المشروط والإخلال بالتراتيب الدعم أهم تجاوزات تجار البيع بالجملة والتفصيل. والكيان المحتل يستهدف مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية بدعوى إيوائه مسؤولين الكبار في حماس، ويوقع عشرات الشهداء والجرحى، ومفاوضات الهدنة تنطلق في الدوحة. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 25 و2000، خاصة المحور المتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات، نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال صباح اليوم ورشة عمل أعلنت خلالها عن خريطة طريق إطلاق توفير خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس ومراحل إسناد الإجازات وتسويق الخدمة، وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال وممثلين عن مشغلي شبكات الاتصالات والمتدخلين في تركيز واستغلال شبكات الجيل الخامس. روبورتاج فراس بن سعد. بعد الانتقال من النسخة الرابعة إلى السادسة من بروتوكول الإنترنت في سبتمبر الماضي، يتواصل مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في تونس عبر إتمام جميع المراحل التحضيرية استعدادا لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في موفى السنة الحالية، وذلك وفق ما أعلنه وزير تكنولوجيات الاتصال الذي أفاد بأن تكنولوجيا الجيل الخامس تمنح المستعملين سرعة تدفق عالية وأكثر جودة في الإبحار. إن شاء الله في شهر سبتمبر 2024 اسناد الاجازات، وموفى 24 ينطلقوا معناها مشغلي الاتصالات المتحصلين على الاجازه في تسويق خدمه الجيل الخامس في بلادنا. سرعه وسيعه تدفق عاليه، سرعه استجابه ولاتونس احسن من الجيل الرابع، قدره على استيعاب عدد كبير من المستعملين في معناها في كيلومتر مربع، معناها في مساحه جغرافيه ضيقه، وهذا جانب مهم. معناها الجيل الخامس بيعطينا اكثر جوده في عند الابحار في الانترنت بالنسبه للعموم، وزاد باش يمكننا من النجاح في معناها وضع انظمه الذكاء الاصطناعي، انظمه التحكم عن بعد، التحكم الذاتي. تحضير الاجازات يتطلب يعني دراسه سوق ودراسة متاع إمكانية تشغيل هالتكنولوجيا في السوق التونسية. يعني هذا الكل كيفاش يصير، يلزمنا نقعدوا نحن مع المشغلين العموميين للاتصالات، ونقعدوا مع المصنعين الموجودين اليوم في المارشي التونسي. المارشي التونسي إن شاء الله يكون حاضر، والمشغلين قاعدين يخدموا على تعصير الشبكات متاعهم وعلى توفير الخدمات الجديدة اللي يستنى فيها اليوم المواطن التونسي. من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستمكن من تنويع الخدمات والتشجيع على عمليات الدفع الإلكتروني والاستجابة لحجم المعطيات المنقولة عبر شبكات الاتصالات الجوالة، خاصة وأن عدد حاملي الشرائح الفاعلة في تونس يبلغ 16 مليونا. حاليا عندنا أكثر من 16 مليون سيم كارت أكتيف، دونك تعطينا أكثر من 135% البوبيلاسيون، دونك اللي عندهم دي سيم، قد فما ناس عندها اكثر من سيم واثنين وثلاثه، في النطاق العريض مش يكون استراتيجي مبنيه على زوز محاور، المحور الاولاني هو لا فيبر اوبتيك، الالياف البصريه، والمحور الثاني اللي معاه هو الفيكسد وايرليس اللي وفرها الجيل الخامس. احنا ننتظر في الاول في اطار البرنامج نتاعنا في لي زون رورال انه نجم نعطوا حتى 30 ميجا بيت بار سكوند، وفي البرنامج على مستوى ابعد هو انه نفوتوا 100 ميجا بيت بار سكوند، دونك باش يحسن برشا في الدي بي. اليوم نحكي على خدمات جديده، على توفير الخدمات الرقميه في كل المجالات بهالتكنولوجيا الجيل الخامس. اليوم الجيل الخامس باش يمكننا بوغ اكسيدي للاي سونتي، الاي اندستري، وبرشا خدمات اداريه رقميه، وحتى الخدمات اللي موجهه للمواطن العادي.
وحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال فإن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس بات اليوم ضرورة لتطوير خدمات الاتصالات ونقل البيانات وفرصة لتركيز منظومة الرقمية المتكاملة تحقق التجديد والابتكار وتشجع المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع لتصبح بذلك تونس قطبا إقليميا في هذا المجال. ببادرة من اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة انتظم يوم إعلامي بصفاقس حول الانتاج الذاتي للخلايا الكهروضوئية في القطاع الصناعي بعنوان الفرص والتحديات، وكان الهدف الأساسي من هذا اليوم هو التشجيع على الاستثمار في الطاقة البديلة من خلال الحوافز والتشجيعات التي وردت في قانون المالية بهدف بلوغ نسبة 35% من استعمال الطاقة البديلة سنة 30 و2000. قيس هماني واكب هذا اليوم العالمي في الروبورتاج التالي. أكثر من 130 مؤسسة في مجالات مختلفة تابع ممثلوها تفاصيل الحوافز والتشجيعات المتوفرة حاليا وقد لا تكون متاحة على المدى المتوسط حتى تنتقل إلى الطاقات البديلة وإيجابياتها التنافسية داخليا وخارجيا. في قانون المالية متاع 24 حوافز جديدة في تنجم تعمل دي ديدكسيون سوبليمونتير وقت تستثمر في الميدان هذايا، الاستثمار اللي تعملوا تنجم تنقصوا من المرابيح نتاعك وقت اللي باش تجي تخلص اداء. دونك دوله واعيه من الحكايه هذايا عملت قانون تسمح للشركات باش يعملوا شركات نتاعهم دي فيليال اللي يساهموا فيهم اللي يعملوا لهم ضوء لارواحهم. فما الحاجه الاخرى هو اللي السنه الاسوام نتاع البانوات نتاع الفوتوفولتايك طايحه. اليوم فما امتيازات، فما كلفة استثمار اللي هي مش عجب غدوة الحي مش تتبدل، وحاجة أخرى قد ما يغلى السوم الفاتورة فاتورة الطاقة قد ما فما حوافز باش الصناعي يستثمر في الطاقات البديلة باش معناها الكلفة هذه تطيح وباش يكون أكثر قدرة معناها قد قدرة تنافسية. هذا اللقاء الإعلامي نسق له اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية ضمن الحاجة الملحة لتسريع نسق الانتقال الطاقي، وقدم فيه الخبراء المعطيات التقنية والاقتصادية التي تؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الدولة وأهداف القطاع الخاص في هذا المجال. دورنا هو تنفيذ سياسة الدولة في مجال التحكم في الطاقة والوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الدولة اللي هي تخفيض في الانبعاثات الغازية في حدود 45% والتخفيض في دونك استهلاك الطاقة في حدود 30% والوصول إلى 35% من الطاقات المنجدة. شنو دورها ستيك في المجال هذا؟ هي تقريبا الإشراف الفني، قبول والموافقة على الملفات، الدراسات، تأثيراتها على الشبكة، بيعة المقاولين ولات عندهم الخبرة، ولات يعني السيستم كما نقولوا بدا يجري، قاعدين نخففه في الدور نتاع شركة تونس الكهرباء والغاز، وهذا من شأنه باش يعجل بمعناها لي ديلي نتاع لي دوسي وتريتمون. كنا في حتى ربما 6 شهور و8 شهور، تو ما نجمش نقول لك 2 شهرين و3، أما قاعدين في الاتجاه هذا. وإضافة إلى العرض المفصل للرصيد التشريعي والآفاق التنموية للمؤسسات، مثل اللقاء فرصة للتعرف على عروض المزودين والصناعيين وجلهم من الشركات الناشئة. أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة القيادة المكلفة بإعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية ستنهي عملها قريبا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 24 و2000، يشكل خطوة للتصرف في العقارات الدولية. وأشارت الوزارة وفق نص البلاغ إلى أحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة، وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي.
تواصل فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة عملية مراقبة محلات الجملة والتفصيل والأسواق في إطار برنامجها الرقابي الخصوصي. عمليات مراقبة كانت حاصلتها في الأسبوع الأول 4000 مخالفة اقتصادية، إلى جانب حجز كميات ضخمة من المواد الاستهلاكية. تقرير أو ريبورتاج عفاف مبكر. إخفاء البضائع والبيع المشروط والإخلال بتراتيب الدعم وغيرها من المخالفات تم رفعها من قبل فرقة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إثر جولة في عدد من محلات بيع الجملة والتفصيل في إطار برنامج رقابي خصوصي برمجته الوزارة خلال شهر رمضان للتصدي لكل التجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملة والأسعار. نحب نشوف سير التزويد العادي للمواد الاستهلاكية الحساسة اللي تكثر عليها الاستهلاك خلال الشهر هذا، باريكزامبل مادة السكر، الفارينة، السميد. لاحظنا هناك تحسن على مستوى التزويد كالكسوا من ناحية التجار التفصيل وإلا تجار الجملة. بالنسبة لمادة السكر عملنا كمية استثنائية اللي هي تقدر بعشرين ألف طن خلال شهر رمضان، وخاصة خلال شهر خلال 10 أيام مادة الأخرانية فما هناك 3000 طن إضافية كالكسوا السكر العائلي المتجه للمستهلك وإلا السكر الصناعي. وخلال الأسبوع الأول من عمليات المراقبة بلغت حصيلة المخالفات الاقتصادية 4126 مخالفة اقتصادية. فما هناك الممارسات الاحتكارية بالنسبة لإخلال بترتيب الدعم، الزيادة غير قانونية في الأسعار، البيع بأسعار قانونية، خاطر هناك عديد المواد كالكسوا تسعرت بسعر محدد وإلا حضرنا فيهم هوامش ربح، الخضر والغلال فما هوامش ربح لازم يطبقها التاجر، المحجوزات بلغت 46 طن بالنسبة لمادة الخضر والغلال، 49 طن بالنسبة لمشتقات الحبوب المدعمة اللي هي لهنا مشتقات الحبوب المدعمة، نحكيو على الفارينة سبيسيال، الفارينة بيسمو الفرينة المدعمة، السميد، توسكي الحبوب هذية. بالنسبة لمادة السكر 5.2 طن، بالنسبة للزيت النبات المدعم المحجوزات بحدود 5000 إيترا. ومقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان المنقضي فقد شهدت حصيلة المخالفات تطورا بنسبة 3.4% وفق ما أكدته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود استعداد واشنطن لمزيد دفع تعاون ثنائي مع تونس والتطلع لتعزيزه في مجالات عديدة فضلا عن دعم المؤسسات الناشطة في مجالات مختلفة وترويج منتجاتها في السوق الأمريكية. وصدرت تصريحات هود خلال استقباله اليوم من قبل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم جزاح خلال لقاء بحث واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها. واستعرض اللقاء مختلف أوجه علاقات التعاون بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تعزيزها ودعمها والرفع من مستويات العلاقات التجارية وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة عقب اللقاء. وأشار المسؤول الأمريكي خلال اللقاء إلى أهمية دور الشركات الأمريكية العاملة في تونس في تعزيز العلاقات التجارية ودفع الاستثمار، علما وأن الولايات المتحدة حلت في المرتبة الخامسة ضمن قائمة المستثمرين في تونس لسنة 23 و2000 بقيمة 54.9 مليون دينار. تشهد الطرقات خلال هذه الفترة كثافة مرورية هامة خاصة مع انطلاق العطلة المدرسية والجامعية، لذا تدعو عديد الأطراف المتدخلة إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام مبادئ السلامة المرورية. روبورتاج أيمن بالحاج سالم. تزامنا مع شهر رمضان الكريم وانطلاق عطلة الربيع المدرسية والجامعية، تشهد الطرقات كثافة مرورية هامة خاصة على مستوى مداخل الولايات والمدن الكبرى، ما يستوجب مزيد اليقظة والحذر من طرف مستعملي الطريق واحترام قانون المرور والسياقة السليمة حفاظا على حياة المواطنين. ضبنا على صغيرات خاطر تحس الكياس ولا مخيف برشا، والحوادث اللي ترى فيها نشوفها كل يوم انا يومين حاجات فوق الخيال، حقيقه فوق الخيال، اخطاء بشريه نجموا نجنبه
المفروض يكون الانسان السائق بصفه عامه فهمتني متحضر ومتخلق ومتربي في الكياس ويعاون الاخرين باش ما يتسبب لهمش في كوارث لا قدر الله. وعد المرور هو ثقافه اول كل شيء وتربيه معناها قبل كل شيء. اليوم احيانا تم التزام واحيانا ما تمش التزام، يعني في بعض الاوقات تم التزام بالقواعد المرور احيانا ما تمش التزام. حافظوا على العباد، هذه طريق فهمتني ملك العباد الكل. كنا نحترموا بعضنا، اذا ما نحترموش بعضنا وفيت وليت فوضى. بدوره دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بمناسبة هذه العطلة مستعمل الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والتقيد بالسرعة المسموح بها واحترام مسافة الأمان. العطلة المدرسية واللي تتزامن مع شهر رمضان حثينا فيه مستعملي الطريق حول الابتعاد على أبرز المخالفات على غرار مخالفة الأفراد في السرعة، نفس الشيء زاد كذلك على عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، عدم حمل الركاب في وسائل غير معدة للغرض. بطبيعة الحال زاد توجهنا إلى المترجلين حتى زاد اعطيناهم أكثر مجال حول عمل يتشقنهم للطريق، وهذا بطبيعة الحال يندرج في إطار الاستعداد للعطلة. وفي علاقة بالأرقام المسجلة حول حوادث المرور أكد المرصد الوطني لسلامة المرور تسجيل انخفاض في عدد الحوادث والقتلى مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. أرقام اللي هي بداية من أول السنة سجلوا فيها انخفاض على ثلاثة محاور اللي هما الحوادث والقتلى والجرحى، طبعا الانخفاض هذا ماذا بينا نحافظوا عليه إن شاء الله، زاد كذلك الانخفاض هذا يتواصل على مدار السنة. باش تقعد مخالفة الأفراد في السرعة هي الأولى معناها من حيث تسجيل الضحايا، وهذا الشيء اللي قاعدين نخدموا عليه من خلال الحملات التحسيسية، الحملات زاد كذلك الزجرية في عديد الولايات حتى نقلص من ضحايا حوادث الطرقات خصوصا في مخالفة الأفراد في السرعة. بدورها دعت وزارة الداخلية بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، مؤكدة وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق. تستمر عملية القيام بإجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بعد قرار وزارة الشؤون الدينية تمديد في الأجل إلى غاية يوم 24 مارس. أيمن بالحج سالم. يواصل المترشحون المسجلون بالقائمات النهائية لحجيج هذا الموسم إتمام الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتنقل أثناء أداء المناسك واقتناء تذاكر السفر وتبديل العملة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها السفر لأداء مناسك الحج. استمرار القيام بهذه الإجراءات يأتي بعد قرار وزارة الشؤون الدينية التمديد في الأجل إلى غاية يوم 24 مارس، وذلك بالنسبة للمترشحين لأداء فريضة الحج والمسجلين في القائمات النهائية والذين لم يتموا بعد إجراءات ومراحل السفر. وسيكون المترشحون لهذه الفريضة مطالبون وفق وزارة الشؤون الدينية بإتمام هذه الإجراءات بمقر شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن مقرها بضفاف في البحيرة بتونس العاصمة. كما أكدت وزارة الشؤون الدينية أن كل متخلف عن إتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة في التاريخ المحدد يعتبر متخليا ويتم تعويضه آليا. وقد حددت تسعيرة الحج لسنة 2024 ب19,970 دينارا موزعة بين معلوم الإقامة والخدمات ومعلوم تذكرة السفر. هذا وانطلقت عملية تقديم الخدمات لفائدة الحجيج في كل الجهات يوم 16 من شهر فبراير الفارط عبر تركيز الشباك الموحد لإتمام الإجراءات المادية للحج، حيث خصصت سلطة الإشراف 27 مركزا موزعين على كامل تراب الجمهورية، وذلك لاستقبال 10,982 حاجا وحاجة، وهي الحصة التي خصصتها المملكة العربية السعودية للحجيج التونسيين لهذا الموسم، بالإضافة إلى 520 بين مؤطرين ومرافقين وطاقم طبي. كما ستكون أول رحلة للحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة يوم 22 مايو القادم من مطار صفاقس الدولي.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك أيام 21، 22، و23 من مارس الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر. وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم أنه يتم تقديم مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم شخصيا بمقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات، مضيفة أنه يمكن تحميل استمارة مطلب الترشح والتصريح على الشرف وفقا للأنموذج المعد من قبل هيئة الانتخابات من موقعها الإلكتروني الرسمي أو من صفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لفائدة الراغبين في الترشح. في تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، يواصل العدوان الغاصب تنفيذ عملياته العسكرية التي استهدفت منذ فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي بدعوى ملاحقة أعضاء من حماس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين في وقت قالت فيه المقاومة إنها تشتبك مع العدو في محيط المجمع وتلحق به أضرارا في الأرواح والممتلكات. تقرير زين المليكي. مرة أخرى يكون مجمع الشفاء الطبي بغزة هدفا لعملية عسكرية واسعة نفذتها قوة الاحتلال على ظهور الدبابات والمدرعات تحت غطاء جوي كثيف، وبناء على معلومات استخباراتية بدعوى وجود مسؤولين كبار في حركة حماس بالمجمع الذي يعتقد المحتل أنهم يستخدمونه أيضا مقرا لقيادة العمليات العسكرية ولتخزين الأسلحة. وقد خلف الهجوم النوعي على المجمع عشرة الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين وحجز عدد من الجثامين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وقد اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال بفبركة الروايات لتبرير اقتحام مجمع الشفاء، فيما وصف المكتب الإعلامي بغزة اقتحام المجمع بالجريمة مكتملة الأركان. في المقابل قالت المقاومة الفلسطينية التي وصفت عملية اقتحام المجمع بالدليل على تخبط المحتل وارتباكه إنها تخوض منذ فجر اليوم اشتباكات ضارية مع العدو قرب مجمع الشفاء، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف قوات المحتل. وفيما تشد الأنظار إلى محيط المجمع المحاصر، نفذ الكيان الغاصب مجازر أخرى قرب مخيم النصيرات وسط القطاع وحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا لترتفع حصيلة الشهداء إلى 31,726 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة، والحصيلة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى عدد الضحايا الذين هم تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي اليوم 64 بعد 100 من العدوان على غزة، دفع الاحتلال بمئات العائلات في محيط مجمع الشفاء إلى النزوح بحثا عن أماكن أكثر أمنا في وقت يعتزم فيه القيام عملية ضخمة في مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات أي اجتياح بري لرفح التي تحوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني. أما من مكثوا في القطاع سيما في شماله فتزداد أحوالهم سوءا بسبب وقوعهم بين فكي القصف اليومي وقلة الغذاء، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني وصول أولى شاحنات المساعدات منذ 4 أشهر إلى القطاع، غير أنها مساعدات قليلة ولا تفي بالحاجة. وكان تقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد تحدث عن انتشار سوء التغذية بين الأطفال في غزة، وأن شبح المجاعة يلوح في الأفق باعتبار أن طفلا من بين 3 دون سن السنتين يعاني سوء التغذية. هذا وتنطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة المحادثات غير المباشرة بين المحتل الغاصب وحركة المقاومة الفلسطينية حماس عن طريق وسطاء بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. سناب الحاج نصر.
في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني غاراته مستهدفا المدنيين في منازلهم وفي المستشفيات مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى، وذلك لليوم 64 بعد المئة، توجه وفد من المحتل الغاصب اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم رد على مقترح حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة. وسيعرض الجانب الصهيوني مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حركة حماس سراح 40 محتجزا لديها. وقدرت مصادر مطلعة على سياق المحادثات أن هذه المرحلة من المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة، وقد تستغرق 2 على الأقل في ظل الصعوبات التي يسببها العدوان الغاشم على غزة لأكثر من 5 أشهر. وكانت حركة حماس قد عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما. وقد اشترطت الحركة انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات، كما اقترحت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا 30 منهم من أصحاب المؤبدات. وتعد محادثات الدوحة غير المباشرة بين المحتل وحماس الأولى بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي شارك فيها وسطاء قطريون وأمريكيون ومصريون، والتي فشلت في تأمين هدنة بين المحتل وحماس خلال هذا الشهر الكريم. بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أبدى فلاديمير بوتين استعدادا لمفاوضات وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وحذر من صراع يقود إلى حرب عالمية ثالثة. وتقول الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وعدة دول غربية إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة بسبب سجن المعارضين السياسيين. تقرير فدوشتور. الكريملين اليوم إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت التفاف الشعب الروسي حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا تبعا لفوز وصف بالأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بنسبة 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأيام الثلاثة الماضية، ونسبة مشاركة قاربت 80%. وتعني النتائج أن بوتين البالغ من العمر 71 عاما الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفيتية الكجيبي الذي صعد للسلطة سنة 99 و900 و1000 ضمن بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. وفي خطاب النصر وجه بوتين عقب اعلان هذه النتائج رسائل موصوفه بالقويه للداخل والخارج، وقال ان امامه العديد من المهام، ولكن عندما تكون هناك وحده بغض النظر عمن يريد ترهيب روسيا او قمعها، اذ لم ينجح احد في التاريخ على الاطلاق في ذلك، ولم ينجح الان ولن ينجح ابدا في المستقبل، وذلك على حد تعبيره. واكد بوتين لانصاره ان موسكو ستضع في الاعتبار مصالحها على خط المواجهه بينما تتفاوض على وقف إطلاق النار في صلة بالحرب ضد أوكرانيا، وعليه أبدى استعدادا لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا في هذا الاتجاه، وذلك خلال فترة دورة الألعاب الأولمبية، غير أن هذا لن ينفي ضرورة توفر ضمانات أمنية مكتوبة في حالة التوصل إلى تسوية. بوتين حذر من إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إلى أوكرانيا، واعتبر أن ذلك سيشكل تصعيدا كبيرا للصراع، مضيفا أنه ليس كل شيء يدفع باتجاه سيناريو الحرب النووية، ولا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وهذا لا ينفي استعداد بلدي من الناحية الفنية لحرب نووية. الرئيس الروسي أضاف أن أحد الأهداف سيكون إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا للمساعدة في الحماية من ما سماها ضربات أوكرانية بعيدة المدى وغارات. عودة إلى تونس، وفي أجواء السهرات الرمضانية احتضن المسرح البلدي مساء أمس عرض زهو البال للفنانة درصف الحمداني في افتتاح الدورة 40 لتظاهرة مهرجان المدينة. كاميرا الأخبار واكبت أجواء هذه السهرة، نتابع التفاصيل في النقل التالي مع لطيفة حمدي. ب
بباقة من الأغاني الترابية لرموز فن الزمن الجميل ومختارات من المألوف التونسي، وشحت المطربة درساف الحمداني عرضها الفني زهو البال ليفتتح أولى سهرة الدورة الأربعين لمهرجان المدينة، سهرة استعادت من خلالها ابنة الراشدية ذكريات الفن الأصيل مع عشاق السمر في ليلة رمضانية. عرضنا اليوم احتفاء بالدورة 40 لمهرجان المدينة، وأنا عندي معها ذكريات كبيرة برشا، عرض زهو البال. بالنسبة لي أنا فرصة باش نعاود نتلاقى مع جمهور مهرجان المدينة في الكونسيبت اللي أنا نحبه، معناتها أكثر حاجة أنا نحبها اللي هي الطرب، اللي هي الناس اللي تعرف تسمع، اللي جاي معناتها جمهور ذواق اللي هو عارف وجاي مختار معناتها الفنان والمهرجان اللي يحب يحضر له. نتفكروا أغاني المألوف وأغاني الزمن الجميل. درصاف حمداني واكبت المهرجان من اللي تعمل، من اللي حلت عينيها معناها كانت تجي إما تتفرج وإلا تغني، عندها تبارك الله طاقة. الجمهور الذي واكب سهرة الافتتاح سافر مع صوت درساف حمداني إلى عوالم الفن والرقي، كما تفاعل مع اختياراتها لجملة من الأعمال الفنية التي تترجم صمود المقاومة الفلسطينية. من خلال السهرة حسينا لدرساف الحمداني تتقن جميع أنواع الغناء، جميع القوالب، موشحات شرقية، مألوف تونسي، قصائد، كلثوميات، الحلبيات الشرقية، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. صوت قوي وحلو وتهبل وبخيزانس، معناها روحت بين الفن الشرقي وبين التونسي، اختيار موفق للغاية، معناها صوت جميل وكادر رائع والحق حلوة ياسر سهرية. عجبني برشا درصاف، تغني تونسي شرقي، صوتها يمشي مع كل شيء، فن رسالة والغناء رسالة، وكانت أحلى رسالة من درصاف الأرض فلسطين لأطفال فلسطين لأرواح الشهداء كبارا وأطفالا خاصة، والثقافة ما هي إلا امتداد بين الشعوب. وجاوني دموع وقت اللي غنيت غنية على فلسطين، صغار فلسطين، خرجت تأثرت برشا، غنيت بشعور وتمسينا، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. وتتواصل العروض الفنية والمسرحية لتظاهرة مهرجان المدينة بعديد الفضاءات بالعاصمة. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا: إتمام جميع مراحل إطلاق خدمة تكنولوجيا الجيل الخامس موفى العام، ووزارة تكنولوجيا الاتصال تؤكد أن هذه الشبكة ستوفر سرعة تدفق عالية وأكثر جودة في الأبحار، وتشجع المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع. رفع 4126 مخالفة خلال الأسبوع الأول من عمليات المراقبة الاقتصادية، وإخفاء البضائع والبيع المشروط والإخلال بترتيب الدعم أهم تجاوزات تجار البيع بالجملة والتفصيل. والكيان المحتل يستهدف مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية بدعوى إيوائه مسؤولين كبار في حماس، ويوقع عشرات الشهداء والجرحى، ومفاوضات الهدنة تنطلق في الدوحة. ويمكنكم متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. نشكر متابعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.